بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان. ضمنها سموه خالص تهنئة وصادق تمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة، وللشعب العماني الشقيق اطراد التقدم والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا سموه بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة في كافة المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. عبر سموه فيها عن أطيب تهانيه له بهذه المناسبة الوطنية.